أهلاً بكم، نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، وبإمكانكم متابعتنا أيضاً مباشرة عبر بوابة التلفزة التونسية أو عن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي. ونستهل هذا الموعد الإخباري بالعناوين: شركة إكسبريس آخر جو تدعم أسطولها بطائرة شحن جديدة، وتعلن إطلاق أول رحلة لها في غرة ماي المقبل نحو كولونيا بألمانيا. خبراء ومختصون في السلامة المرورية يؤكدون أهمية حزام الأمان في التقليص من حوادث الطرقات قبل يوم من تطبيق القانون الخاص بإجبارية وضعه. المخابرات الفرنسية تحمل القوات السورية الموالية للرئيس السوري مسؤولية تنفيذ هجوم خان شيخون بغاز السارين شمال البلاد. أهلا بكم. بحضور أعضاء ديوان رئاسة الجمهورية وعدد من جمعيات المجتمع المدني وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام، انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في قانون المصالحة الاقتصادية، ولم توفق اللجنة في الجلسة الصباحية للانطلاق فعليا في النقاش العام للقانون بسبب الأجواء المشحونة بين النواب المعارضين للمشروع والمساندين له، واقتصرت المداخلات على نقاط النظام وطريقة تسيير الجلسة والتوقيت المخصص لكل نائب للتفاعل مع المشروع، كما شهدت الجلسة حضورا كبيرا للنواب غير الأعضاء في لجنة التشريع العام في الأثناء وحول الوثيقة المسربة لرئاسة الجمهورية حول حشد دعم إعلاميين وخبراء لمشروع قانون المصالحة. هذا توضيح لنور الدين بن تيشة المستشار برئاسة الجمهورية. العالم أجمع مؤسسات الدولة اللي عندها شرعية تمثيل الشعب، يعني المنتخبة بكل ديمقراطية وبكل شفافية، راهي ما نظهر ليش هي عدوة الإعلاميين وإلا عدوة السياسيين وإلا عدوة الخبراء، بل بالعكس مؤسسات الدولة تستأنس برأي الناس هذوما، وإذا هما متفقين معها في رأي وما نظهر ليش إنه إعلامي أو خبير يبدأ متفق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة سيادية أخرى يصبح جرم. ما نعتقدش إنه القوى الحية متاع البلاد يلزمها تكون في تعارض تام مع مؤسسات الدولة. نعتقد أنه مؤسسات الدولة تعبر في جزء كبير منه على إرادة ورأي الناس هذم والقوى المجتمع الحية. في موضوع آخر، عززت شركة إكسبريس إير كارغو أسطولها الجوي بطائرة بوينغ 737 ليتسع قبل موفى السنة الحالية بثلاث طائرات جديدة، فضلاً عن اعتزام الشركة إطلاق أول رحلة نحو كولونيا بألمانيا غرة ماي المقبل. دعمت شركة إكسبريس إير كارغو أسطولها بطائرة ثانية من نوع بوينغ 737 لتتسع قبل موفى السنة الحالية إلى ثلاث طائرات جديدة في خطوة لدعم الشحن الجوي بين تونس وأوروبا، ما يجعل تونس قطبا إفريقيا للشحن الجوي. نكبروا في الأسطول متاعنا باش سنة معناتها باش نزيدوا ثلاثة طائرات أخرين قبل رأس العام، باش يوصل أسطول 12 طيارة في حدود 2020. هذا كل شيء مثل استثمار قيمته 70 مليون دينار، بشكل نوصلوا 550 مع إطار اليوم باش يبدا يشلو في الشركة. هذا وحصلت شركة الشحن الجوي التونسية على شهادة المشغل الجوي منذ فبراير 2016 لتطلق أول رحلة مباشرة لها نحو كولونيا بألمانيا في غرة ماي القادم. لدينا رخصة الاستغلال الجوي في سبتمبر 2016، واليوم هي فرصة بدينا نحن ديجا في الاستغلال منذ 25 فيفري مع فما ربط تونس مع مطار باريس شارل دو غول. من الأسبوع القادم باش يصير ربط تونس بمطار ألمانيا في كولونيا، خمسة رحلات في الجمعة، وإن شاء الله الجمعة هذه زادة باش ريسبسيوني لو دوزيام أفيون معناتها كارغو 737. وباعتمادات تقدر ب 90 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تناهز 400 مهندس طيران، وضعت شركة إكسبريس إير كارغو أسس مركز هو الأول في إفريقيا لصيانة طائرات البوينغ ومركز تحويل الطائرات المخصصة للركاب إلى طائرات للشحن الجوي. اقتصاديا دائما، أعلن البنك المركزي التونسي عن جملة الإجراءات للحد من انزلاق الدينار، من ذلك الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وضخ أموال في سوق الصرف، وذلك بعدما عرفته العملة من انحدار طيلة الأسبوع الفارط.
عاشت أسواق الصرف التونسية على امتداد أسبوع تقلبات سمتها الرئيسية الهبوط الحاد في سعر الدينار مقابل اليورو، هبوط بلغ حسب المتابعين مستويات قياسية غير مسبوقة فتحت باب التأويلات على مصراعيه. ففيما عزا بعض المحللين الاقتصاديين ذلك إلى تصريحات غير مسؤولة لوزيرة المالية يراد منها التخفيض في قيمة الدينار، ردت الوزيرة بالنفي لهذه التصريحات واعتبرت ما تم تداوله في وسائل الإعلام يتنزل في باب التأويل، وأن عوامل أخرى موضوعية متعلقة أساساً بنسق الدفعات الخارجية هي التي تسببت في تراجع الدينار. في الأثناء تدخل البنك المركزي الذي وحسب القانون الأساسي الجديد المنظم له يعمل على تنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة، تدخل للترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، إجراء اعتبره محافظ البنك المركزي التونسي شادي العياري يرمي إلى تقوية الدينار وتحسين نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية وجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار. يأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تهدئ السوق المالية، من بينها تقوية التدخل في سوق الصرف حيث ضخ البنك المركزي حوالي 100 مليون دولار، كما قام بالاتفاق مع البنوك التونسية على طريقة يتم من خلالها تسهيل بيع العملة وشرائها. وكان رئيس الحكومة وفي تعليقه على هبوط الدينار قد وعد باتخاذ إجراءات عملية لترشيد الواردات في اتجاه الحد من العجز التجاري الذي يعتبر أحد عوامل تأرجح الدينار في ظرف اقتصادي يتسم بارتفاع عجز الميزانية. في الأثناء تشهد بعض القطاعات الاقتصادية انتعاشة ملحوظة على غرار القطاع السياحي وقطاع الفوسفات إنتاجا وتصديرا، ما يؤشر على إمكانية انتعاش العملة وسط مناخ ملائم لذلك في بحر هذا الأسبوع. وفي مجال الاستثمار، أهم الإجراءات التي يتعين على الباعثين الذين تم اختيارهم لاقتراء الأراضي الدولية الفلاحية موضوع القائمة عدد 35 التي يتعين عليهم القيام بها، إضافة إلى أهم الامتيازات لبعث المشاريع تم تقديمها أمس خلال ورشة عمل نظمتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. معطيات مختلفة قدمت الباعثين الذين تم اختيار عروضهم لاقتراء الأراضي الدولية الفلاحية والتي تهم القائمة عدد 35 للضيعة الدولية المعدة لبعض شركات إحياء وتنمية فلاحية. ومن بين المعطيات التي قدمت تلك الخاصة بإجراءات عملية الكراء وأبرز الامتيازات لبعض المشاريع. الإجراءات هذه هو تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية متاعهم باش تحصلوا على مقرر إسناد امتيازات، بعد ذلك معناها تأسيس الشركة، ثم الحصول على الموافقة النهائية، ثم عملية التحويز بالضيعة وإمضاء عقد الكراء. والباقي يضم معناها البروفيل نتاع البعث، قدرته على تمويل المشروع، الملف المالي، والدراسة الفنية اللي باش يقدمها للمشروع. بعث مشروع فلاحي عنده الحق في الامتيازات الجبائية والمالية، احنا على قدر الإنجاز نقوم بصرف الامتيازات هذه. وفما إضافة لذلك فما مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية اللي يقوم بالمتابعة والمراقبة. بالنسبة للإنمائي عنده 3 أشهر، إمهال ب3 أشهر. على إثره معنى إذا تواصل الإخلال يتم استرجاع الضيعة. بالنسبة للشروط التعاقدية إذا تم إخلال شروط تعاقدية عنده إمهال ب10 أيام. وتخص هذه الإجراءات 13 باعثا لبعض شركات إحياء وتنمية فلاحية لاستغلال الضيعات الموزعة على 7 ولايات، وهي سليانة ومنوبة وباجة والكاف وزغوان وبنزرت وسوسة. الضيعة تمثل في حبوب، تربية ماشية، زيتين، لوز، فيها بئر عميقة وإن شاء الله ناويين في المستقبل نزيدوها بئر ثاني وش نحسنوا فيها وفي تشغيلها وفي تشغيل شبابها بتشغيل شباب الجهة. رعونا في الإجراءات نتاعهم في أقرب الأجل. من خلال التعاضدية هذه نكونوا معناتها مركز إشعاع للمنطقة الكل من خلال اعتماد أساليب جديدة وحديثة وتقنيات جديدة، معناتها تكون مصدر إشعاع للمنطقة وتساهم في التشغيل معناتها وزيادة المردودية. ويعتبر المتدخلون في المجال أن هذه الأراضي تلعب دورا هاما في المساهمة في تحقيق التنمية الجهوية والتشغيل، إضافة إلى دورها في الرفع من الإنتاج الفلاحي. وفي مشغل آخر، طالبت جامعة البناء التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ندوة صحفية طالبت بالحد من توريد مواد البناء نظرا لأنها أضرت بالقطاع وقادرة أن تتسبب في اضمحلاله. أزمة خانقة يمكن أن تعصف بقطاع صناعة وتجارة مواد البناء والبعث العقاري
جراء الصعوبات الحادة التي يعيشها نتيجة التهريب والتجارة الموازية، وخاصة التوريد الذي تضاعف حسب المختصين 6 مرات، وهو ما جعل جامعة البناء التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تدق ناقوس الخطر على قطاع يشغل أكثر من 40,000. الأزمة بتاعنا في التوريد العشوائي، الأزمة بتاعنا في نقص اليد العاملة المختصة، الأزمة بتاعنا التوريد العشوائي والتوريد للمنتوج اللي هو موجود في تونس، والمنتوج اللي مورد ما هوش خاضع للمواصفات العالمية. السكتور كان اكسيدونتير، كان يدخل في عملة صعبة أكثر من اللي يخرج. اليوم خسارة 70% في الميزان التجاري، هذا معناتها حاجة عمرها ما صارت في حتى سيكتور. العقوبات هذه جاية من عمليات إغراق للسوق ومنافسة غير شريفة. اليوم احنا عمليات التوريد اللي قاعدة تصير في البلاد تطورت بصفة كبيرة ياسر، وتقريب معناتها من بعض البلدان وصلت حتى 6 مرات، رغم المنتوج المحلي عنده الجودة وعنده المواصفات اللي تجعله باش يوفرها للمواطن التونسي. جامعة البناء وفي ندوة صحفية طالبت الحكومة بمراجعة التوريد وإيقافه واتخاذ إجراءات عاجلة ضد التهريب والقضاء النهائي على التوريد العشوائي وتكثيف المراقبة الفنية على المواد الموردة وتوجيه التكوين المهني نحو القطاعات التي تشكو نقصا فادحا في اليد العاملة. تم إيقاف التوريد نهائيا حتى لين مراجعة كل الشروط ومراجعة كراسات الشروط وإعادة معناتها هيكلة القطاعات هذه باش تكون منظمة، باش تكون معناتها بمواصفات بمعناتها حاجات قانونية. طالب يرى المهنيون أنها عاجلة تتطلب تدخل الحكومة، خاصة التوريد العشوائي الذي يضر بقطاع البناء ويهدد الاقتصاد التونسي، نظرا لكونه يحد من خلق الثروة وبالتالي الحد من مواطن الشغل ودفع عجلة التنمية. على خلفية اعتصام شباب التطاوين المعطلين عن العمل في منطقة الكامور لليوم الرابع على التوالي، نفذ عدد من نساء الجهة وقفة احتجاجية لمساندة المعتصمين، طالبوا فيها بالتنمية والتشغيل في انتظار الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تطاوين. في وقفة احتجاجية نسائية هي الأولى التي تنتظم بساحة الشعب وسط مدينة تطاوين، خرج عدد من المواطنات والناشطات في المجتمع المدني رفضا لما سموه تشويه لتحركات واحتجاجات الشباب المعتصم في منطقة الكامورة. وقفة سلمية تلقائية بدرت من نساء وحراير تطاوين باش نساندوا رجالنا واخوتنا اللي في الكامور، وباش نردوا على كل محاولة التشويه الزائفة والتافهة على الفيسبوك وعلى منابر اللي في تونس اللي تحاول تشوه الحراك الشعبي السلمي اللي في تطاوين اللي عنده أكثر من شهر. واليوم كل مرأة منا تعرف اش معناها معاناة الاحتياج. راهو اليوم كي راجلها راقد ما يخدمش وإلا أخوها ما يخدمش راهي تحس بيه، راهو الضغط النفسي كله راجع على المرأة. اليوم خرجنا نطالبوا بالتشغيل، التشغيل التشغيل التشغيل. تحرك احتجاجي يأتي عشية زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى الجهة، ننتظر أن تقدم عدة إجراءات استجابة لمطالب أبناء الجهة. إن شاء الله غدوة ننتظر برشا قرارات اللي تصيب هدف للجهة، اللي تخلي الشباب المعتصم في الكامور أنه يتوقف على الاعتصامات ولو إنها اعتصام سلمي واعتصامات مشروعة. حاجة واحدة مشاهد أن يوظف شركات البترولية والمراكز نتاعها يكونوا في تطاوين. نحبوا حل واحد، نحبوا ثروات تطاوين، الثروات كلها موجودة في تطاوين، يلزمنا أولادها شبابها الكل يخدموا، وبصراحة ما ناش طالبين حتى شيء، هذا حق من حقوقنا. في ولاية تطاوين وفي منطقة الكامور لليوم الرابع على التوالي يتواصل احتجاج المعطلين عن العمل في انتظار إجراءات تغير واقع الجهة. نظمت جمعية سفراء السلامة المرورية يوما توعويا بأهمية وضع حزام الأمان، وذلك في إطار تفاعل الجمعية مع الانطلاق غدا في تطبيق القانون الخاص بإجبارية وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وفي الطرقات السيارة. هكذا هي حركة المرور قبل يوم من انطلاق تطبيق إجبارية وضع حزام الأمان. أغلب مستعملي الطريق لا يستخدمونه على الرغم من أهميته. كمل اليوم وغدا الحين نبداو من جديد. ايش خسروا كي يعمل هكا يزيد يامن روحه؟ اون ميم طون
ان شاء الله الناس تتجاوب. لا تو نحيته والله تو نحيته. لا في بالي وماذا بيها يطبقوه بصرامة. وبهدف مزيد توعية مستعمل الطريق بضرورة وضع حزام الأمان، نظمت جمعية سفراء السلامة المرورية يوما توعويا استعرض فيه المشاركون أهمية حزام الأمان ونجاعته في التقليص من خطورة الحوادث. اللي إشكالية حوادث المرور والسلامة المرورية هي مسؤولية مشتركة ما بين كل الأطراف المعنية. هذاك اليوم علاش حرصنا اليوم باش نشاركوا في هذا اليوم التحسيسي حول أهمية حزام الأمان تحت شعار حط السبتة، كل الوزارات المعنية اللي باش يكونوا ممثلين هنا باش نحاولوا نوعي والسادة مستعملي الطريق بأهمية وضع حزام الأمان اللي يلزمها تولي ثقافة، ماهيش باش تولي مش خوف من الخطية لكن ثقافة اللي الإنسان هي حياته اللي هي معناتها المهمة. وضع حزام الأمان مهم جدا بالنسبة للمقاعد الأمامية كما للركاب الخلفيين، فهو يقلص بنسبة كبيرة من عدد القتلى والجرحى في صورة وقوع الحادث. هناك خسائر بشرية تدخل، خسائر فما تكاليف قاعدة تكبدها الدولة سواء تكاليف مباشرة أو تكاليف غير مباشرة. بالنسبة للتكاليف المباشرة تدخل في الإقامة في المستشفيات، تدخل في تكاليف نقل المصابين، مصاريف العلاج، تدخل في التأمين. بالتعاون مع وزارة الداخلية قمنا بملف كامل سيتم عرضه في الأيام القادمة على مجلس وزاري لإحداث هيئة تعنى لها السلطة في تكون في رئاسة الحكومة وتعنى بمنظومة السلامة بوضع كل معناتها البرامج المهمة لتحسين مردودية السلامة المرورية. وهل المنظومة هذه ولا هالهيئة اللي باش تكون لتكون عندها القدرة والتأثير والسلطة على كل المتدخلين لتنفيذ هذه الاستراتيجيات. ويعول كل المتدخلين في منظومة السلامة المرورية على تفاعل مستعمل الطريق وتجاوبهم في تطبيق القانون ضمانا لسلامتهم وسلامة من يرافقهم. خلال ندوة حول واقع وآفاق المعهد الأعلى للقضاء، أعلن وزير العدل غازي جريبي عن جملة من الإجراءات لفائدة المعهد، كما تم بهذه المناسبة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع كل من المدرسة العليا للقضاء بفرنسا وإيطاليا. الملتقى الذي كان عنوانه الأبرز الارتقاء بنجاعة المعهد الأعلى للقضاء بما يتماشى والمعايير الدولية، أعلن خلاله وزير العدل غازي جريبي عن جملة من الإجراءات لفائدة المعهد الذي يخوض منذ نحو عام تجربة توأمة وشراكة مع الاتحاد الأوروبي. المعهد الأعلى للقضاء هو يفتقد الإمكانيات، يفتقد حتى الهيكلة، معناها اللي هو مكلف يعني بتنفيذ الإجراءات اللي باش يتم إقرارها، يجب يكون هو بيدو عنده الإمكانيات البشرية، الإمكانيات المادية. بالنسبة للإجراءات العملية هو اليوم مش قادر المعهد على تكوين أكثر من 100 قاضي في نهاية الأمر. احنا كما تعرفوا الحكومة أعلنت على انتداب 500 قاضي بالنسبة للقضاء العدلي اللي هما 25% راهو من العدد الحالي. المحكمة الإدارية انتداب 60 قاضي اللي هو كذلك 40% من العدد الحالي. كما تم خلال هذا اللقاء الذي يهدف بالأساس إلى توجيه المعهد كمؤسسة للتكوين المهني المحترف، تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع المدرسة العليا للقضاء بفرنسا وإيطاليا. هذه الاتفاقية مطلوب منها أن تحقق جملة من الأهداف، وجملة من الأهداف تحدث نقلة نوعية في وضع المعهد الأعلى للقضاء على مستوى الهيكل التنظيمي وكذلك على مستوى المهمات. حققنا عديد الإنجازات ضمن هذا السياق، أنهينا مشروعين لأمرين يخصان المعهد الأعلى للقضاء، مشروع يتعلق بالهيكل والتنظيم الإداري والمالي، والثاني يتعلق بمنظومة التكوين والتقييم في المعهد الأعلى للقضاء. أحن المشروعين على سلطة الإشراف ونأمل أن يصدر في القريب العاجل. لماذا؟ لأن هناك جزء آخر من ملفات التكوين تقتضي البناء على النصوص القانونية. وفي انتظار إصدار الأطر القانونية المتعلقة بهيكلة المعهد، أجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن عملية الإصلاح تتطلب إجراء تقييمات دورية لبلوغ الأهداف المرسومة من أجل الارتقاء بنجاعة هذا المعهد. في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي خرق واضح لجميع المواثيق الدولية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، قرار ينضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخرى والمتواصلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
على هذه الأراضي الفلسطينية المغتصبة تبنى المستوطنات وتنفذ الخطط الإسرائيلية لمزيد توسيعة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة أيضا، في انتهاك واضح ومتواصل لكل المواثيق والقوانين الدولية، قوانين رمت بها إسرائيل مرة أخرى عرض الحائط وهي تصادق على مخطط جديد لبناء 10,000 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة وتحديدا في مطار المدينة وفي أراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسماة عطروت والمقامة أصلا على أراض تعود ملكيتها إلى المواطنين الفلسطينيين، مخطط كان من المفترض تنفيذه منذ سنوات إلا أنه تم تجميده بسبب معارضة الإدارة الأمريكية السابقة. ولمعاناة الفلسطينيين اليومية مع المحتل الإسرائيلي فصول ووجوه أخرى، مضايقات وتهديدات متواصلة كثيرا ما تنتهي بمآس يتغافل عنها العالم بأسره، ليبقى الفلسطيني لوحده في مجابهة السياسة القمعية الإسرائيلية. وما جرى لعائلة خليل أبو مطلق بقطاع غزة لمثال على هذه الانتهاكات الإنسانية، عائلة فقدت ابنتها ذات 5 سنوات بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلها خارج القطاع لتلقي العلاج، لتغادر آية خليل أبو مطلق هذه الحياة بسبب تصريح للعلاج حرمتها منه قوات الاحتلال. والأمثلة التي تقاس على حكاية آية كثيرة ومتواصلة، تواصل الصمت الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية على الفلسطينيين وعلى أراضيهم. ولكن الصمود الفلسطيني باق رغم تعنت المحتل وتجبره، ولنا فيما يجري داخل السجون الإسرائيلية خير مثال، فلليوم 10 على التوالي يواصل أكثر من 1800 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام، إضراب أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أنه دخل مرحلة الخطر. مع الدولة كل مؤسسات حقوق الإنسان الأمم المتحدة أن تتدخل فورا لمنع لوقف المخاطر التي باتت تحدق بالأسرى المدربين عن الطعام، وقد يقع شهداء إذا استمر الإضراب أكثر وأكثر، وهذا يعني بالنسبة لنا كفلسطين انفجار ويعني انتفاضة جديدة. إضراب الحرية والكرامة ينفذه الأسرى الفلسطينيون للتنديد بالممارسات اللا إنسانية بحقهم وللمطالبة باستعادة الزيارات المقطوعة وإنهاء سياسة الإهمال الطبي والعزل والاعتقال الإداري، شكل آخر من أشكال النضال الفلسطيني. فهل سيتحرك معه المجتمع الدولي أم سيبقى على جموده إزاء قضية تشابكت الأوراق فيها دون حل قريب في الأفق لها؟ في تقرير رفعت عنه صفة سرية، حملت الاستخبارات الفرنسية نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي المفترض في خان شيخون مطلع الشهر الحالي، وبين التقرير استخدام غاز السارين في هذا الهجوم. حملت الاستخبارات الفرنسية نظام بشار الأسد في سوريا مسؤولية الهجوم الكيميائي في خان شيخون الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين في بلدة خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك كايغو اليوم إن عينات حصلت عليها المخابرات الفرنسية تثبت استخدام قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد بدون شك غاز السارين في الهجوم الذي وقع في 4 أبريل الجاري في سوريا، مضيفا أن العينات التي أخذت من خان شيخون تضاهي تلك المستخدمة في معامل سورية. ودعت فرنسا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأخير في سوريا. وكانت روسيا وإيران قد طالبتا بتشكيل لجنة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية على أن يكون التحقيق دقيقا وموضوعيا وتشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هذا وقد خلصت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أجرته في أكتوبر الماضي إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور سلاحا 3 مرات على الأقل في الفترة بين عامي 2014 و2015، كما خلص التقرير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم هو الآخر غاز الخردل. أفاد بيان للجيش التركي بأن طائرات حربية تركية قصفت اليوم أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق فقتلت 6 منهم في إطار حملة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور. وقال البيان إن الضربات الجوية استهدفت منطقة الزاب وهو اسم نهر يمر عبر الحدود التركية العراقية.
وأصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 1000 شخص وألقت القبض على نحو 800 ليلة أمس في عمليات نفذتها في مختلف أنحاء البلاد. عملية استهدفت شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولين الذي تتهمه أنقرة بالتدبير لانقلاب فاشل في شهر جويلية من العام الماضي. وذكرت مصادر أمنية أن العمليات استهدفت هيكل الشبكة في الشرطة وأن معظم المعتقلين من الضباط. وجاءت الاعتقالات الأخيرة بعد 10 أيام من استفتاء أظهر موافقة الأتراك على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. في خطوة قد تزيد التوتر الحاصل في شبه الجزيرة الكورية، قام الجيش الأمريكي اليوم بنقل أجزاء من نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي إلى موقع بكوريا الجنوبية، خطوة تتزامن مع مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين فيها استعراض للقوة وتأهب لخيار عسكري مع كوريا الشمالية. بدأت القوات الأمريكية في نشر منظومة الدفاع الصاروخي ثاد بملعب غولف جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول بعد أن وصلت الأجزاء الرئيسية من هذه المنظومة منذ منتصف الليلة الماضية إلى البلاد، منها 6 منصات للإطلاق ورادار وصواريخ مضادة. وبينت سيول أن هذا النظام سيصبح جاهزا بنهاية العام الحالي، تحرك اعتبرته وزارة الدفاع الأمريكية ضرورة ملحة لحماية كوريا الجنوبية وحلفاء أمريكا من الخطر الصاروخي لكوريا الشمالية. أما الصين فقد عرضت هذه الخطوة ودعت بشدة سيول وواشنطن إلى سحب المعدات، محذرة من أن ذلك سيضر بالتوازن الاستراتيجي بالمنطقة ويفاقم التوتر. معارضة إقامة منظومة ثاد جاءت أيضا من داخل كوريا الجنوبية، إذ تصدت قواتها الأمنية إلى محتجين عند مدخل ملعب الغولف. التسابق صار ملحوظا بين كوريا الجنوبية وحليفتها المباشرة الولايات المتحدة وبين كوريا الشمالية لاستعراض القوة، ولكن أيضا للتأكد من مدى الجاهزية في حال كانت المواجهة العسكرية أمرا واقعا، إذ تعد هذه المناورات العسكرية بين سيول وواشنطن التي أجريت اليوم 2 خلال 5 سنوات، وهذا نادرا ما يقع لأنه عادة ما تتم المناورات مرة واحدة خلال ولاية الرئيس الكوري الجنوبي. كما ترون من حولكم الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأمريكي والقوات الجوية للبلدين على حد سواء، لديها مجموعة متنوعة من القدرات وهي على استعداد للقتال. وفي خطوة مفاجئة رصت الغواصة النووية الأمريكية USS ميشيغان ذات القدرات التدميرية قبالة سواحل كوريا الجنوبية، تحرك آخر أثار جدلا في كوريا الشمالية التي وصفت الخطوة بالتهديد المباشر لأمنها. تحركات تتزامن مع احتفال بيونغ يانغ بذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري، يتوقع خبراء أن ترافقها تجربة نووية أو صاروخية جديدة لكوريا الشمالية. في أخبار الرياضة، تدور اليوم منافسات الجولة 6 لمرحلة الصعود من بطولة الرابطة المحترفة 2 لكرة القدم، حيث يلاقي الملعب التونسي سبورتينغ بن عروس ويواجه الاتحاد المنستيري جمعية جربة، فيما يباري أولمبيك مدنين الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. وفي كرة القدم العالمية، بلغ فريق أنجي نهائي مسابقة كأس فرنسا إثر فوزه على غانغون في الدور نصف النهائي، فيما تأهل أينتراخت فرانكفورت إلى المباراة النهائية من كأس ألمانيا على حساب بوروسيا مانشنغلادباخ. بعد الإطاحة ببوردو في ربع نهائي، تابع أنجي تألقه في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم لتخطى هذه المرة ضيفه غانغون ويبلغ على حسابه مباراة نهائية ليكون أحد الطرفين المتراهنين على اللقب من خلال ثنائية نظيفة حملت توقيع توماس مارجاني في الدقيقة 38 والكاميروني كارل تيكو إيكامبي أواخر اللقاء، ليبقى أنجي بانتظار الفائز في مواجهة الليلة لحساب نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في قمة بين باريس سان جيرمان حامل اللقب ونادي الإمارة موناكو بملعب حديقة الأمراء. وبالبروسيا بارك انتزع أينتراخت فرانكفورت ورقة العبور لنهائي كأس ألمانيا من مضيفي بروسيا مونشنغلادباخ بركلات الترجيح 7-6 إثر انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل بهدف لهدف، حيث تقدم الضيوف بهدف منذ الدقيقة 15 قبل أن يدرك يوناس هوفمان التعادل لأصحاب الأرض نهاية شوط المباراة الأول. بعدها لم يتوفق أي من الفريقين في إضافة هدف ثاني، ليتم اللجوء إلى حصتين إضافيتين لم تغير شيئا كذلك، لتكون الكلمة الفصل لركلات رجحت كفة أينتراخت فرانكفورت، ومن خلال ركلة ثامنة ابتسم له فيها الحظ ليجد فرانكفورت نفسه في انتظار الفائز من مواجهة الليلة بالأليانس أرينا بين العملاقين بايرن ميونخ حامل اللقب وغريمه بوروسيا دورتموند.
وإلى أمريكا اللاتينية، حيث سجل حارس مرمى فريق بوليفار ماتياس دي تورو هدفا لفريقه بمنطقته في الوقت القاتل، يساعد ناديه على الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق سان خوزيه في لقائهما بالدوري البوليفي. وكان فريق سان خوزيه دفع بكل لاعبيه إلى الأمام أملا في إدراك التعادل عندما كان متأخرا بهدفين مقابل هدف، وانضم حارسه إلى الهجوم في الدقيقة الخامسة بالوقت البديل، ولكن لسوء الحظ وصلت الكرة إلى نظيره في فريق بوليفار الحارس الأرجنتيني ماتياس دي تورو، الذي استغل خروج نظيره من المنطقة ليسجل باتجاه الجانب الآخر. ثقافيا، وفي صباح اليوم الثاني من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تم افتتاح سوق البرامج، وهي سوق يتم في إطارها عرض التكنولوجيات الحديثة في مجال السمعي البصري، وتشارك فيها الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية. أعتقد أن الاقتصاد الرقمي وأن التكنولوجيا الرقمية في قلب الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وإذا كان نحب نطور الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والبث، فالتكنولوجيا الرقمية هي المحرك الفعلي والأساسي. وذلك علاش اليوم حبيناها تكون رسالة أنه بتكنولوجيا رقمية نجم نطور الإبداع، نجم نطور الإنتاج، ونجم نبني شراكات تكون أسرع وأفضل بين مختلف الدول العربية، المنتجين والمبدعين والناس اللي تعمل في البث. هذا وقد لبست أمس مدينة ياسمين الحمامات أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من تونسيين وأجانب بمناسبة افتتاح الدورة 18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أجواء الافتتاح نتعرف عليها في الروبورتاج التالي. هذه واحدة من الفقرات التنشيطية التي أضفت على مدينة ياسمين الحمامات طابعا احتفاليا بمناسبة افتتاح الدورة 18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هذا المهرجان الذي يمثل نقطة لقاء مهمة للمبدعين في مجال السمعي البصري، يتميز هذه السنة بمشاركات قياسية للمحطات الإذاعية والتلفزيونية وشركات الإنتاج، فضلا عن التطور على مستوى مضامين البرامج المتقدمة لمسابقات الدورة. المستوى الأعمال لاحظ كله في تقدم، الحمد لله رب العالمين، الأحسن الأحسن. نتمنى إن شاء الله المهرجان القادم يكون أحسن من السنة هذه، السنة هذه أجمل من العام الماضي. كثير من الإنتاجات التي تولد من هكذا مهرجانات مشتركة، أعمال مشتركة تنقل المؤسسات الإعلامية من كونها مؤسسات محلية إلى مؤسسات عالمية. حفل الافتتاح الذي أمنه الفنان صابر الرباعي بتقديم باقة من أبرز أغانيها كيا للا وسيدي منصور وصرخة، تم خلاله تكريم ثلة من المبدعين التونسيين والأجانب على غرار أحمد عبد العزيز وطوني عيسى وزاهر بن عمار وحسين محلوش. ولو جاء مؤخر برشا، لكن مش مؤخر من الإذاعة وفكروا فيها، أما بالنسبة للتلفزيون مؤخر برشا، عمرهم ما فكروا ولا باش يكرموني ولا باش، برغم ما قدمته من أعمال زي الدوار وفجر رمل وغيره، مش مشكلة لكل. معارض الأسبوع للإذاعة والتلفزيون وسوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية تعتبر من أبرز ركائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي تختتم دورته 18 يوم الجمعة القادم. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شركة إكسبرس إير كارغو تدعم أسطولها بطائرة شحن جديدة، وتعلن إطلاق أول رحلة لها في غرة ماي المقبل نحو بولونيا بألمانيا. خبراء ومختصون في السلامة المرورية يؤكدون أهمية حزام الأمان في التقليص من حوادث الطرقات قبل يوم من تطبيق القانون الخاص بإجبارية وضعه. المخابرات الفرنسية تحمل القوات السورية الموالية للرئيس السوري مسؤولية تنفيذ هجوم خان شيخون بغاز السارين شمال البلاد. ونشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.